السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بصحة جيدة وانتم كتشوفوا الفيديو ديال هذا النهار. واليوم إن شاء الله وصفة ديالنا غادي نقدم لكم دنجال مقلي أو باذنجان مقلي بواحد الطريقة جديدة ومبتكرة. إن شاء الله تعجبكم وتعجب وليداتكم، أكيد غادي تعجبكم هذه الطريقة هذه وتعجب كذلك الأطفال. كنعرفوا الأطفال ما كيبغوش يعني ياكلوا الخضر بصفة عامة. إن شاء الله إلا جربتوا هذه الطريقة غادي ياكله لكم، لأنه صراحة كيجي المذاق ديالو روعة وكيجي مقرمش، كيجي لذيذ بزاف. خلي مع الطريقه. عندي هنايا الدنجال، يعني خذوا الكميه اللي غتكفيكم على حسب يعني افراد الاسره. انا هنا عندي جوج ديال الباذنجانات، ومن الاحسن يعني تختاروا يعني الباذنجان يكون صغير ما يكونش كبير بزاف. صافي، هنايا البنات كتشوفوا معايا غادي نحيد له هكذا واحد شويه ديال القشره، يعني على حسب الرغبه ديالكم حيدت له انا غير واحد شويه. وغادي نقطعو هكذا من على النصف، وضروري ضروري تخليو البنات داك الوريضه ولا داك العريش تخليوه ضروري، ما تحيدوش لانه غتشوفوا معايا الطريقه يعني من بعد، فضروري غادي يبقى باش يبقى شاد راسو. غادي نقطعو بهذه الطريقه البنات كي كتشوفوا، غادي نقطعو يعني صوابع بهذا الشكل بحيث انه نقطعه ولكن ما نوصلوش حتى لذاك الراس ديالو، ما نوصلوش باش هو اللي غادي يبقى شاد لينا دوك الاصابع، يعني ما نقطعوش يعني كومبليتوم، غادي نقطعوه حتى للجهه ديال الراس كي كتشوفوا في الفيديو. من بعد غادي ناخذ الكسكس ديالي كي كتشوفوا، غادي نوضع فيه الدنجال ديالي، غادي ان شاء الله نبخروه، يعني ممكن تسلقوه ولكن البنات ما كيجيش شي يعني كيفقد كاع الفوائد ديالو في الماء، فمن الاحسن تسلقوه، من الاحسن انكم تبخروه، فهو يعني دغيا كيتبخر ما كياخذش الوقت، يعني 5 دقائق كيكون واجد معنا. غادي ندير له هكذا مليحه، يعني الملحه غير كثروا ماشي مشكل، لانه كيتبخر وداك الزائد ديال الملح راه كيهبط راسو. صافي، هنايا من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق البنات ما تخليوش يخسر يعني في الطياب، يعني ما تخليوش يطيب بزاف لان مازال غادي نقليوه. وصافي غادي نجربو هكا بالسكين، لقيتو بانه طاب صافي وحيدتو باش يبرد. هنايا البنات غادي نحتاجو البيض ولا لا شابليغ ولا البقسماط كما كيقولوا ليه، ولا البريد كرامبس بالانجليزيه. هنايا البنات زدتلو شويه ديال المليحه، غادي نزيدلو هنايا شويه ديال الاعشاب منسمه، يعني استعملوا اي اعشاب عندكم، ما عندكمش ديروا غير الزعتر، ممكن كذلك ديروا المعدنوس كيكون مجفف. غندير شويه ديال البزار، يعني غير شويه غير باش يجينا هكذا بنين، شويه ديال البابريكا ولا التحميره، وغندير كذلك واحد الكميه ديال الكمون. صافي، هادو هما المكونات اللي غادي ندير، يعني تحميره كمون البزار والملح والاعشاب منسمه يعني اختياريه، الا بغيتوها زيدوها. صافي، غادي نخلط هذاك لاشابلو، غادي نخلطو بحال هكذا باش يتجانس ليا يعني دوك العطريه اللي درت ودوك الاعشاب يتجانسو مزيان. وعندي هنايا جوج ديال البيضات غادي نطربهم. صافي البنات، وغادي نبدا بهذه الطريقه هذه، ناخذ هكذا الدنجال ديالي وندوزو في البيض كي كتشوفوا، يعني نحاولوا نحلو دوك الاصابع مزيان، تاكدوا بان دخلوا يعني فيهم البيض مزيان، ونحطهم في لاشابلو ديالي بهذه الطريقه هذه. هاد الطريقه البنات كتجي رائعه بزاف بزاف، نتمنى تجربوه ويعجبكم، غادي يعجب ان شاء الله حتى وليداتكم انا متاكده. وصافي، غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هنا البنات درت المقلاه ديالي، درت فيها الزيت يعني الكميه اللي غادي تكفيني، وخليتها البنات حتى سخنات مزيان مزيان، ونحط الباذنجان ديالي. وضروري البنات ملي تسخن لكم الزيت وتحطوا الباذنجان ديالكم تعاودوا تنقصوا البوطه وتخليوها هكذا يعني على نار متوسطه، باش هكذا ما يتحرقش لكم الباذنجان ديالكم. كتعرفوا هذاك لاشابليغ ولا
البقسماط فهو دغيا كيتحمر دغيا كياخذ يعني اللون، فيعني خليو النار يعني متوسطه باش ياخذ يعني وقته صافي. هنايا هنا صافي كنديرو هكا فواحد هذاك الورق النشاف باش هكا يمتص ليا داك الزيت الزائد وصافي. غادي نقلي غير جوج بجوج باش هكا ما يتخسرش ليا الشكل ديالهم. غادي ندير دابا عاوتاني دوك جوج الاخرين وهذا هو الشكل النهائي الطبق ديالنا ديال الباذنجان المقلي بهذه الطريقه. هذه كيجي بنات رائع بزاف بزاف، تمنى تجربوه ويعجبكم ان شاء الله ويعجب وليداتكم، انا متاكده غادي يعجبكم. كيجي مغاير هكذا على الباذنجان العادي، واكيد فهو كيجي يعني ناشف من الزيت لانه ديجا البنات مبخر، فما كيجيش شايل شارب الزيت بحال الباذنجان العادي، كيجي شارب الزيت نهائيا. ويعني داك لا شابليغ وداك البيض اللي درنا فهو كيعطي واحد الطبقه اللي هي مقرمشه من برا، كيجي البنات رائع بزاف بزاف، ان شاء الله غادي يعجبكم يعجبوا وليداتكم. الا عجبتكم الوصفه ديال هذا النهار ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه اللي كنتوا اول مره كتشوفوها، وكذلك تبارطاجيو فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هكذا تعم الفائده. ونخليكم على خير ونضربكم موعد ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء، مع السلامه.